السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الرابع، النهاردة إن شاء الله موضوعنا مع درس أدوات القياس، وإن شاء الله هو درس سهل جدا، كلنا بنتعامل فيه حاجات كتيرة جدا بنتعامل معاها في البيئة اللي احنا موجودين فيها. هنتعرف من خلال الدرس دوت على معنى المادة والكتلة والحجم، وهنتعرف على أدوات قياس الطول والكتلة والحجم. هنذكر بعض وحدات قياس الطول والكتلة والحجم، طبعا مش كلهم، هناخد الحاجات اللي هي تخصنا بس السنة دي. هنستخدم جهاز جديد وهو المقدار المدرج عشان نعين بيه حجم سائل أو حجم جسم غير منتظم الشكل. وحتة غير منتظم الشكل يعني مقدرش أجيب لا طول ولا عرض ولا ارتفاع. طبعا عارفين إن في حاجات كتيرة قوي موجودة حوالينا، كل الأشياء الموجودة حوالينا حتى إحنا نفسنا بنبقى مختلفين في الشكل، مختلفين في الحجم، مش كلنا شكل واحد، مش كلنا حجم واحد، ومش كلنا لينا نفس الكتلة، تمام؟ ومش كل حاجة في الدنيا ربنا خلقها ليها نفس الشكل والحجم والكتلة، أشياء كلها مختلفة، تمام؟ طيب الأشياء اللي موجودة حوالينا دي بنسميها مادة. يبقى كل حاجة موجودة في الدنيا اسمها إيه؟ اسمها مادة، تمام؟ طيب نعرف إيه هي المادة دي؟ المادة دي هي أي حاجة ليها حجم وليها كتلة. أي حاجة ليها إيه؟ ليها حجم وليها كتلة، تمام؟ يبقى المادة هي كل ما يشغل حيز من الفراغ، ولو شلت كلمة حيز من الفراغ دي وحطيت مكانها كلمة حجم يبقى كلامي صح. يبقى كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة، أو كل ما له كتلة وحجم على طول، تمام؟ طب إيه هي الكتلة وإيه هو الحجم أصلا؟ الكتلة دي هو كل حاجة موجودة جوه جسمك، أو كل حاجة يحتويها المادة بتاعتك دي اللي هي قدامك، تمام؟ يعني لو عندي مثلا المزايا أنا عايزة أجيب كتلتها، طب إيه كتلتها؟ هي كل ما تحتويه المزايا، القشرة بتاعتها واللي جوه القشرة بتاعتها، تمام؟ طب الكتلة جسمي إيه؟ يبقى كل ما يحتويه جسمي من مية، واللي هو المواد اللي موجودة جوه الدم والعضلات والعظم واللحم وشعري وضوافري وكل حاجة موجودة فيه. يبقى الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من ايه؟ من مادة. طب ايه هو الحجم بتاعي؟ الحجم هو المكان اللي انا بشغله من الفراغ، يبقى هو الحيز اللي بشغله منين؟ من الفراغ، يبقى هو الحيز الذي يشغله الايه؟ الجسم. يبقى تاني المادة كل ما لها كتلة وحجم، والكتلة هي ما يحتويه الجسم من مادة، والحجم هو الحيز الذي يشغله الايه؟ الجسم. طيب انا عايز اعرف بعض ادوات القياس بقى، ايه الاجهزه اللي ممكن استخدمها في قياس الطول؟ هي المس لما مس عبير او مس اميره او مس رانيا لما تيجي ترسم لك قطعه مستقيمه على السبوره، هتاخد ايه من ادواتك وتطلع تقيسه بيها؟ هتاخد حاجه بسيطه جدا اللي هي المسطره. طب لو انا عايزه اقيس طول الفصل بتاعي هستخدم حاجه اطول شويه، شريط المدرج. يبقى دي المسطره اللي بقيس بيها اطوال صغيره، وشريط المدرج لو انا عايزه اقيس طول الفصل او عايزه اقيس طولي كله. مش اكيد مش هجيب المسطره واجيب او اجيب خمس ست مساطر احطهم جنب بعض عشان اقيس طولي، بجيب حاجه اسمها الشريط المدرج. يبقى ايه هي ادوات قياس الطول؟ المسطره والشريط المدرج. طب انا عايزه اقيس الكتله، الكتله دي محتاجه ايه؟ انا عشان اجيب كل حاجه موجوده جوه جسمي احط اطلع على ايه عشان اجيب؟ على الميزان. يبقى انا عشان اجيب كتله مثلا اروح عند السوبر ماركت اقول له انا عايز مش عايز نص كيلو جبنه، تمام؟ اروح عند بتاع الخضار اقول له عايز 2 كيلو طماطم، اروح في عايز دقيق، عايز كذا. بستخدم موازين. يبقى الكتله بستخدم موازين. ايه انواع الموازين؟ عندي الميزان المعتاد او الميزان اللي هو ده بنسميه معتاد ليه، او ميزان ذو كفتين، او الميزان الحساس، تمام؟ ده ميزان معتاد بس حساس، طبعا بتاع الذهب. عندي ميزان رقمي يديني ارقام، عندي ميزان ليه مؤشر، تمام؟ طيب الحجم بقى، الحجم عندي لو انا عندي شويه ميه مديهم لك في كوبايه قلت لك عايزه اجيب حجمهم، ينفع احطهم على الترابيزه واقيسهم بالمسطره؟ مش هينفع. ينفع احطهم في ميزان؟ مش هينفع. عايزه اجيب حجمهم بستخدم جهاز جديد احنا اول مره نشوفه اللي هو المغبار المدرج. الاداه دي اسمها ايه؟ مغبار مدرج. عامل زي الكوبايه بس عليه قرايات، تمام؟ بسميه المغبار الايه؟ المدرج. احط كميه الميه اللي عندي وابص على القرايه بتاعتها اشوفها وصلت قد ايه، يبقى هي دي حجم
الحاجة اللي قدامي اللي هو السائل اللي موجود قدامي. وبرضه هستخدم المخبار المدرج ده لما اجيب حجم جسم غير منتظم الشكل بس ما بيدوبش في المية، تمام؟ يعني ما اجيبش قطعة سكر واقول هحطها في المخبار المدرج عشان اجيب حجمها، ليه؟ لانها هتدوب في المية. انما لو عندي استيكة مش باين لها شكل، مثلا مدورة ممسوح بجزء منها، فمش هعرف اجيب حجمها، لاني مش هعرف اجيب لها طول ولا اجيب لها عرض ولا ارتفاع، فاروح جايبها بمين؟ بالمخبار المدرج. طيب يا مس، عايزين ناخد بقى وحدات الطول. انا لما باجي دلوقتي المس قالت لك قيس القطعة المستقيمة اللي على السبورة دي وطلعت 4، هتطلع 4 ايه؟ اه هتقول لها 4 سنتي. طب لو قسنا طول الفصل هيطلع ايه مثلا؟ 5 ايه؟ اه 5 متر، لانه كبير. حلو قوي. يبقى انا عندي وحدات قياس الطول هو المتر او السنتيمتر. طب المتر بيساوي قد ايه من السنتيمتر؟ ايه العلاقة بينهم؟ المتر بيساوي 100 سنتيمتر. بيساوي ايه؟ 100 سنتيمتر. طب نيجي على الكتل. انا لما اروح السوق الخضار، ماما قالت لي روحي هاتي لي قوطه، هروح للراجل اقول له عايز ايه؟ عايز واحد او عايز كيلو قوطه او 2 كيلو. اه يبقى الوحده عندي الكيلو جرام، واللي اصغر منها اللي هو الايه؟ الجرام. طب الكيلو جرام ايه علاقته بالجرام؟ اه الكيلو جرام بيساوي 1000. بيساوي كام؟ بيساوي 1000 جرام. طيب عندي حجم السائل بقى، لما بروح اشتري ازازة حاجة ساقعة، مش حاجة ساقعة دي مادة سائلة؟ اه هشتري ايه؟ بروح اجيب ايه؟ ماما تقول لي روح هات لي ايه؟ اه تروح تقول لي هات لتر حاجة ساقعة، تمام؟ يبقى اللتر او الملي لتر اللي هو اصغر منه شوية، تمام؟ اللتر 1000 من الملي ايه؟ من الملي لتر. طب الاجسام الصلبة اللي هي حجم جسم صلب بقى، اه لو انا عندي الجسم الصلب ده اللي هو منتظم انا عايز اجيبه، فهجيب له طول وعرض وارتفاع، هيبقى يا اما بالمتر المكعب او السنتيمتر الايه؟ المكعب، تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي جسم غير منتظم الشكل، مثلا زي قطعة السلك اللي انتوا شايفينها قدامنا ملفوفة على بعض دي، لا انا عارف افكها ولا اجيب لها طول ولا عرض ولا ارتفاع عشان اضربهم في بعض واجيب الحجم. لا، هو ايه اللي بيحصل؟ اه انا عندي بيتم تقدير حجم سائل باستخدام المخبار الايه؟ المضر. طيب انا عندي جسم غير منتظم الشكل ما بيدوبش في المي، هستخدم ايه برضو؟ المخبار المضر. طب هعمل ايه؟ اه هجيب المخبار المدرج واحط فيه شوية مية زي الموجودين دول واسجل قرايتهم الاول، وبعدين اجيب الجسم بتاعي ده احطه في المي، فالمية هترتفع، اه لان الجسم اللي انا حطيته خلى المية تعلى. يبقى انا هاخد المية دي دلوقتي، الجسم جوه المية اهو، الحبة اللي ارتفعوا دول ارتفعت لحد هنا اهو، يبقى هاخد القراية التانية. يبقى القراية التانية دي ناقص القراية الاولانية اللي كانت المية لوحدها هيديني حجم الايه؟ الجسم ده. او انا حافظ القراية الاولانية وليكن كانت عند 10 مثلا وارتفعت بقت عند 15، يبقى الحبة اللي ارتفعوا دول هم قد مين؟ قد حجم الجسم اللي انا حطيته. يبقى من 10 ل 15 قد ايه؟ اه اعد من 10 لحد ما اوصل للارتفاع التاني، يبقى 5. بس 5 ايه يا ميس؟ انت قايله لنا ان السوائل في المخبار المدرج اسمها سنتيمتر مكعب. اه يبقى 5 سنتيمتر مكعب هو حجم الجسم الغير منتظم الايه؟ الشكل. يبقى انا عشان اجيب بحط اغمر الجسم ده، اغمره يعني احطه جوه المخبار اللي فيه الايه؟ الميه. طب حجمه هيساوي ايه بقى في الحاله دي؟ حجم الجسم بتاعي هيساوي حجم الميه والجسم. دلوقتي مش انا حاطط الميه اهو بقى في ميه وجسم جوه، هاخد القرايه الاخيره دي وناقص حجم الميه اللي هو كان هنا في الاول، تمام كده؟ حلو الكلام. طيب نيجي بقى نتدرب على اللي احنا خدناه ده ونشوف احنا هنعمل ايه. انا دلوقتي عايز اشوف الماده تتميز بان ليها ايه وايه. الماده ليها ايه وايه؟ ها الماده ليها كتلة وليها حجم، صح كده؟ طيب بنستخدم ايه علشان اجيب حجم سائل؟ بستخدم المخبار الايه؟ اه المدرج. هنستخدم المسطرة عشان اقيس ايه؟ اقيس ايه؟ اقيس طول، تمام. الكيلو جرام وحدة قياس مين؟ وحدة قياس الكتلة. وهنا سنة رابعة نكون خلصنا الدرس بتاعنا، درس سهل جدا يتذاكر على طول،
علشان ما ننساهوش، ونحل عليه اول باول علشان نبقى فاهمين كل الدروس بتاعتنا. وبكده نكون انتهينا من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.